ممكن تدفع بالباي بال او بالبيتكوين. طلبت بسطة بقى ايه اول مرة اطلبها هنا في سريلانكا صراحة. ازيكم حبايبي ويوم جديد من سريلانكا ومدينة سيجاريا. طالعين دلوقتي نروح نتغدى، فنجرب بقى ايه الاكل في سيجاريا عامل ازاي. المطاعم في سيجاريا للاسف اغلى من مدن كتير اللي احنا رحناها، يعني يعتبر اغلى مدينه لغايه دلوقتي من المدن اللي احنا رحناها، ما عدا طبعا مريسا. بكلمكم من ساعه ما رحنا كولومبو، جافنا، انورا دابوره، ترنكومالي، كل ده كان ارخص من سيجاريا. فتعالوا نشوف كده في مطعم صغنن كده، نشوف فيه الاسعار عامله ازاي والاكل عامل ازاي. يلا بينا. جينا بقى على مطعم هنا كده يا جماعه قدام صخرة سيجاريا، ده اسمه حتى سيجاريا فيو، سيجاريا روكي فيو بوينت، نقطة التقاء قدام صخرة سيجاريا. المطعم شكله لذيذ، الستايل بتاعه كده لذيذ صغير. طبعا المطاعم اللي بتبقى موجودة في الحتة دي بتبقى غالية، لكن المطاعم بعيدة شوية، وحبيت ان احنا نصور عنده عشان الراجل ده عنده فكرة كرياتيف عمري ما شفتها قبل كده، فأول مرة اشوفها هوريها لكم. ممكن تدفع بالباي بال او بالبيتكوين، حاجه عمري ما شفتها اصلا. ده انت هنا ممكن ما تلاقيش انك انت تدفع كريدت او انك انت تدفع فيزا ولا اي حاجه، لكن ممكن تدفع باي بال او بيتكوين. طلبت بسطه بقى ايه دي اول مره اطلبها هنا في سريلانكا صراحه، مش افضل حاجه. انا يعني انا بحب اكل اكل السريلانكي قوي، بس هوري لكم، انا قلت اجربها يعني. تعالى اوريها لكم. بقى ايه هيدفع بالبسيريون. انا العملات الرقميه دي يا جماعه ما فهمش فيها قوي يعني. طبعا لما مودي يدفع ونشوف الموضوع ده، نشوف لايف كده مع بعضينا، فنبقى نساله على الموضوع ده، انا ما فهمش فيهم قوي يعني. لكن مودي كان معايا عمله اللي هي البسيريون وهيدفع بيها النهارده بس. فدي ده الباستا كده موجوده هنا، سعرها 550 روبيه يعني. بنتكلم فقول 40 جنيه مثلا، 42 جنيه حاجه زي كده. مش غاليه يعني، مش غاليه بس بالنسبه لي مش رخيصه، لان في ارخص من كده وباكل حاجات ارخص من كده واكتر من كده. لكن زي ما قلت لكم هنا مكان سياحي، قدامنا صخره سيجاريا اللي هي اغلى يعني، سعرها لوحده غالي يعني. فتعالى اوريكم الصخره واوريكم الفيو عامل ازاي من هنا. الفيو جميل صراحه، ممكن يستحق شويه الموضوع ده. فتعالى اوريكم. عندنا في مصر المكرونه احسن، ممكن بتتعمل بطريقه احسن شويه. شكل الطبق لذيذ، الخضار اللي عليه لذيذ. ما تنساش ان دي مش الوجبه الاصليه بتاعتهم، او مش بتاعتهم زي ما مودي بيقول كده. السلطه بقى، السلطه حلوه، السلطه حلوه عجبتني. فهي مش الوجبه بتاعتهم فعلا. انا احنا بنجرب تجربه جديده بس يا جماعه. عمل لنا ايه؟ سالنا على التشيلي بيست، عملها لنا مخصوص والله، لسه سخنه. فانا الموضوع ده ادمان. هحلي بقى بالتشيلي بيست يعني، حلي الاكل بقى فخلص واكلم. بص يا جماعه شكل الطبق بيبقى عامل ازاي بعد الشطه اللي انا بحطها. يعني انا مش عارف الموضوع ده بقى صعب معايا، مبقتش اعرف اكل من غير الشطه دي. هعمل بقى ايه الحاجه اللي انا بحلم بيها على طول. قلت لهم انا نفسي، الراجل ده يعني فريندلي جدا يعني، فقلت له انا نفسي اشرب الكوكونات ساقعه، اعملها ازاي؟ فلان مفيش ثلاجه في المكان اللي احنا قاعدين فيه، او ان انا مش عايز اخدها افتحها واشيلها في الثلاجه، وهي اصلا هتبقى صعبه ان هي تتسند في حته. فقال لي انا اعملها لك، قال لي
قلت له زيها لي اشيلها لك في التلاجة وشوف هتيجي امتى، وبعد كده هتبقى جاهزة هتبقى ساقعة ولذيذة. فقلت له ده انت جميل قوي. بعد كده قال لي على فكرة تانية بيعملها، ان هو ممكن يجيب ويفضي المية بتاعت الكوكونات، بعد كده بيفتح الكوكونات وبيجيب بياخد الابيض اللي هو بيتاكل جواها وبيمكسوهم مع بعض وبيتعملوا زي عصير كده، بيبقى ليهم مذاق مختلف يعني. فغالبا اجرب الاثنين يعني، لان الموضوع بالنسبه لي يعني انا بعشق الكوكونات دي اصلا، فهنجربها. فهو هياخدها دلوقتي هيحطها في الثلاجه، بعد كده هنيجي بالليل او بعد كام ساعه كده واجربها بقى ساقعه عامله ازاي، طعمها عامل ازاي. تعالوا نشوف بقى يا جماعه مودي هيدفع دلوقتي هيدفع ازاي. الحساب اهو 1300 روبيه. هنشوف بقى ايه هيدفع ازاي. تعالوا نشوف. شكله جميل يا جماعة يعني حاجة بتبسط لما بشوفه، وهو كائن جميل طبعا، جميل شكلا، لكن ان هو فيه الفالة هنا صعبين جدا. لكن زعلني جدا الراجل اللي ماسك له رمح، ومش عاجبني المنظر ده خالص يعني. لا يعني لو اتعرض عليا ببلاش ان انا اركب فيل مش هركبه يعني. انا ما اتمناش الاذى للحيوانات، المنظر مش عاجبني ان انا تمسك رمح الفيل حر عشان خاطر تخليه بس ان هو يبقى مجرد شو، او ان هو مجرد يبسط انسان تاني. فانا لو سعادتي هتبقى على حساب اذى بني ادم او حيوان، يبقى انا مش عايز السعاده دي.